رسول الله رسول الله لا يرضيك هذا الحال للعرب ولا يرضيك ما يبدو من الإعلام في الغرب ولكن حسبنا يرضيك عودتنا يغمرني شعور أنني السبب فلو أني إلى الإسلام حقا كنت أنتسب من الأزمات يغمرني شعور أنني السبب فلو أني إلى الإسلام حقا كنت أنتسب لما طالت محمدنا رسوم صاغها الكذب ولا عمت محافلنا دعا وعافها الأدب رسول الله رسول الله حسبنا يرضيك عودتنا إلى الدرب بعودتنا إلى الإسلام تعلو راية الحب إلى الإسلام يا دنيا لقد أعددت أولادي لئن قصرت في ديني فقد هيأت للهادي إلى الإسلام يا دنيا لقد أعددت أولادي لئن قصرت في ديني فقد هيأت للهادي شباب لكل الناس مصاغ من القرآن أحفادي رسول الله رسول الله لا يرضيك هذا الحال للعرب ولا يرضيك ما يبدو من الإعلام في ولكن حسبنا يرضيك عودتنا إلى الدرب بعودتنا إلى الإسلام تعلو راية الحب فهيا يا شباب الجيل للإسلام نظهره بأجمل حلة حتى يشد الناس منظره فإن من شد للإسلام من قد كان ينكره رأيت الناس في حب لدين الحق تنشره رسول الله رسول الله لا يرضيك هذا الحال للعرب ولا يرضيك ما يبدو من الإعلام في الغرب ولكن حسبنا يرضيك
عودتنا إلى الدرب بعودتنا إلى الإسلام تعلو راية الحب. قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هذا.